السلام عليكم. كرة قديمة لما نادوش. هاي سلام جاي. هذا اللي طلعوا فيه من باب الدور. الله يسلمك يا واحد. سلام ياسين. صباح الخير. صباح الخير لكم. صباح الخير خالتي. كما عودناكم أنا متجهين اليوم إلى مدينة إيطاليا. بالضبط إلى ميلانو. للمشاركة في البطولة الاحترافية لأول مرة. كاين أنا رايحين تلوزة ثلاث حنايا. كاين جامد محمد وعبد القادر مغناوي والمتحدث فيصل ميهوبي. يعني هذه أول مشاركة تاعنا في الاحتراف اللي تحصلنا على بطاقة الاحتراف في بطولة العالم في إسبانيا. يعني كما يقولوا ما تغركمش الدنيا ولا حاجة. احنا المشاركة هذه تاعنا الأولى شغل راح نعاودو نولو للزيرو. نعاودو نولو للزيرو كاع. البطولة تاع الأماتور سي بون. كنا نحوسو على البريمير بلاس والدوزيام من هنايا، مي دوكا احنا المهم نحوسو في الاحترافي تدخل مع التوب 6 يعني في تاريخ الجزائر. يعني ما شاء الله ان شاء الله تكون فيها خير. سي عبد الواحد راهو هنايا المدرب الفريق الوطني مازال ما لحقش، راهو في الطريق. رئيس الفيدرالية ناس طيب شراقة كونديس اللي لحقني مع صباح كمال. بونجور عليكم. السلام. اللهم يسر. الله يسلمك. كملنا الرجيم. الله ما قاعد فينا والو. ها كملنا على ايامتنا. ان شاء الله فيها خير. نقول لك نشرفوا البلاد ومرتبة مشرفة للوطن. اول كما نقول لك مشاركة تاعنا تاع الاحترافية. ان شاء الله خوتي. مازال ما حقو مازال ما لحقش عبد القادر. انا يعني وحدي انا الاول اللي لحقت هنايا باسكو هما بيتين في قليعه وانا في شراقة بك قريبه ليا لهنا. سمعت انت من لحق المطار ان شاء الله. الياس والله غلبت ياسين الحمد لله دراري لاباس. والله مشتهم تقمني ما قدرتش نشوفهم مع صباح خليتهم راقدين ما حبيتش نوضهم. دابز ما يا حكيم بلا تعاب اخويا كي نكمل الريجيم نروح للدرس ما كانش مشكل. حكيم الكوراج الله يسلمك ان شاء الله. ربي معكم. ربي يحفظكم خالتي. يا راهم يعيطوا لي روحوا يدخلوا لللايف يشوفوا. الله يسلمك يا دين لا الدين. ربي يسهل ويحفظك ان شاء الله. المغرب ناس المغرب ربي يحفظكم كي العاده. ان شاء الله ان شاء الله نجيبوا ما شريفه السيد وراه. سيدو راه مع الخفاف. ها سما واش مع الخفاف ما يقدرش ياكل الخفاف مع صباح. بيسي ار مليحة. بيسي ار مليحة تاع نيكليان. شوف اخوتي يا بك دوك انا رايحين دوك تعاود تضربني البي سي ا ا وتعاود تضربني البروتيين وكيفاش تاكل بالك مخي ماهوش يفونكسيوني كاع في هذوك الاخر. انا ما نقصرو خارج عن نطاق تاع الرياضه وخلاص شويه. هاني في المطار حاكم. ها باش تشوف المطار. ها وليك مطار هواري بو مدين. ها
دار من رجال هو مع صباح. بغيت نفهم حاجه، بغيت نعرف حاجه، واسمو حمزه عثماني واش راه نايض دركا؟ كان ينوض يدير فوتين قال بالك السيد راه دايره راه قداو تمانجي حمزه نوض صباح ربيع سبعة، واش راك دير سبعة اليوم الجمعه رقد تيمو شنت ربي يحفظهم. ان شاء الله خويا محمد يا خويا مور الله لا كومبيتيسيون هادي ان شاء الله فيها خير، نريحو ونقصرو كاع ايتيك نعطيكم دي بروغرام كيفاش منا من هنا راكو تعرفوا لا بريباراسيون واعره، واحد يفيتي كاع الهضره لازم نخلعهم كي العاده ان شاء الله. وراح نشارك في الكاتيجوري مو 90 اقل من 90 كيلوغرام، يعني باش تكون بالكم هذه البطوله الاحترافيه داروا لنا دو كاتيجوري فيها تحت 90 كيلوغرام وفوق 90 كيلوغرام. فوق 90 كيلوغرام يعني من 91 حتى 105 110 تسمى الوزن مفتوح، اما انا نشارك في اقل من 90 كيلوغرام. يا عبد الرؤوف واش دير؟ شوفوا قهوة قرعة ما صغيرة بواحد وثلاثين ألف، نجيب زوج فردوات ما نجيب باكي قهوة تعرطل تشرب لي غاشي صح معليش واش ديرو، هادي هي الدنيا. إن شاء الله تبعوا اللايف على المباشر، يوم الغدوة عندنا الميزان يوم السبت، والأحد لا كومبيتيسيون تبدا على الربعة تاع العشية باش تكونوا على بالكم، ماشي من الصباح، الربعة تاع العشية. الناس بسكرة، ربي يحفظكم، بعدين بديتو تبانو واه، سلم لي على ناس مدية، ناس بسكرة، اللي راهم ضاربيننا بلوحة، واحد ما حب يسقسي عليا، نساوني قاعيتك، تقول ماشي خوهم ناس مدية، أنا فوش بهم قاعيتك. شكرا ربي يحفظك خويا، عيد ميلاد سعيد وعمر مبيل وعقبال لرئيس الاتحاد المصري ان شاء الله. هاي لا كومبيتيسيون راح نديروها في ايطاليا في ميلان مدينة ميلانو، واللايف تشوفوه في جولدن بودي نهار الحد على الربعة تاع العشية لا كومبيتيسيون تبدا. ناس الغواط البرد عندكم يا ناس الغواط، ثمانية وأربعين ولاية ما تخافش ربي معاك إن شاء الله خويا، عتاني نحبكم، ثمانية وأربعين ولاية معاك ويدعولك ولاد الحراش يحبوك، خويا الحراش وتحبس تما. واش لي كومبيتيسيون كاع كنا نديروهم بكري في الحراش في التسعينات؟ لا لا لا، المهم راهي صعبة، ناس مدية يا ربي يوفق. على بالي مانيش عليكم نتوما، راني على واحد الزوج صحابي اللي كانوا خاوتي ويحوسوا عليا ونحوس عليهم، قطعوا ضربة وحدة ما نعرف كاع واش بيهم. ها واش دير في وتيجي انت؟ الريجيم تشيان هنايا بصح هنايا راهي قوة إن شاء الله، راهي خير من بطولة العالم. شحال الساعة؟ كي نكمل لي كومبيتيسيون نعطيك
كنتكش بلال. عباس سؤالك مرفوض. بس 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 في استقبال سيد علي كلنا استقبال ربي يحفظكم. ياسر صباح الخير السي ياسر، هذا وين فقت؟ ها عندي كومبيتيسيون، واش راني ندير في المطار انا؟ بيا شبوبيه تاع المطار ولا الوحش تاع المطار؟ دابا راني راقد في الدار انا، قهوه حليب مع صباح بكرواسون ولا بالمعارك والمعجون. سمع سمع ندير لكم لايف من بعد في الماكله في فاس الريجيم تحير وتبقى حاير. الله يسلم عليك يا جيم. الجمعة مباركة أخي، أدعو لنا إن شاء الله في الجمعة نلحقوا بخير ونولوا بخير. الله يسلمك. ناس قسنطينة ربي يحفظكم. شحال هي الساعة؟ قولوا لي شحال هي الساعة خالتي؟ التليفون ما حبيتش نمسو باش ما يتكوباش اللايف. هيا قولوا لنا شحال هي الساعة. ايه خلاص اسي توفيق، خلاص عيد سعيد وعمر مديد. عباس سؤالك مرفوض لتاني مرة. 7:30 صحيت خويا، 7:30 نورمالمون هذاك هو، باسكو على بالك 8:30 لونجيسترومون، 8:30 نركبو. دوك نروحو ل، انا نخليكم تهلاو في روحكم وادعيو 9:30 ناصر. ها ما تهبلنيش 9:30 مازال، علاش دير معايا 7:30 يا ناصر؟ علاه 9:30 راني في السماطير. هي الطيارة تقلعت 8:30 لونجيسترومون دوك يبدا 7:30 نروح نونجيستري مع ليكيب يكونوا محترم من هيك. هكذا خالتي ربي يحفظكم تهلاو في روحكم والى الملتقى ان شاء الله. ولا غلطت معكم اسمحوا لي، دنيا واخره راكم سامحين. الحاج صباح الخير. صباح الخير ازي الحاج، الله يعرف منين تكون معنا يا الحاج. هكذا خالتي تهلاو في روحكم وربي يحفظكم. بالك هو تهلاو في روحكم.